اليوم اللي هو الأحد 24/9 هذا جسر البواب، جسر البوابة هذا تشوفونه جسر البوابة هذه يا هذا المحجر طاح فلش السيارات كلها. هاي أول سيارة شوفوا شلون، شوف هاي أول سيارة البيكا، وين البيكا؟ البيكا بديش يا طابق نيسان بدي انقطع هاي ضب هاي اللي هاي بدي انقطع. هاي شوفوا هذا المحجر شلون طاح مال الجسر، الحمد لله على السلامة. هذا شغل الناصرية، هذا شغل مشاريع الناصرية.